راه الشك الزخات رعدية خلال نهار اليوم حتى خلال يوم الغد، تواصل للرعود على اقصى الجنوب وكذلك منطقتي الهجار والتصليه، بينما على الوجه الشماليه نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر وكذلك ضباب ليزول فسيح الأجواء صيفية مشمسة، لكن خلال الأمسية دائما خلايا رعدية مع بعض الأمطار تحت توقع الرعود ستخص المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد ننتظر 20 درجة على العاصمة، نفس المقياس على أقول معسكر غليزان شلف وعين دفلة، 21 درجة على تلمسان ووهران، جنوبا تقارب 29 درجة على شمال الصحراء الصحراء الوسطى وحتى على أقصى الجنوب، لكن لن تتعدى 21 درجة على تامن رسد. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى دائما في ارتفاع على المرتفعات مع نسبة رطوبة عالية تقارب 41 درجة على معسكر غليزان وشلف، 33 درجة على العاصمة بومرداس تيبازا بجاية جيجل سكيكدان نبا والطارف، جنوبا ننتظر 42 درجة على بسكرة المغير وتوغورت، 41 درجة على ولاية إليزي، 44 درجة على كل من غردايا ورقلة إن صالح وتندوف، لترتفع 46 درجة على أدرار وتيميمون. البحر خلال يوم الغد ننتظر بحر هادئ، سباحة مسموحة تقريبا على طول الشريط الساحلي حتى رياح ضعيفة إلى معتدلة خاصة على الواجهة الشرقية. حتى غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:02. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع.